السماء. Ready. اول حاجه انت اتولدت في القاهره تحديدا في البحر الاعظم. اتولدت في القاهره بس عشت معظم حياتي في لندن. شايف سفر اهلك من مصر كان مغامره صعبه ولا سهله عليك وانت لسه صغير؟ كنت محظوظ ان كان في توازن ما بين الاثنين وكنا دايما بنتكلم بالعربي بالمصري في البيت يعني. اوكي. ف ما حسيتش ان انا كنت بعيد قوي عن بلد. فدي كانت الميزه. بس لما ابتديت بقى اكبر بقى واشتغل يعني عملت حاجه غريبه اللي هو اشتغلت بره الاول بس حبيت ارجع. أيوة. مش العكس. نرجع بقى للشغل وانت صغير حبه حلوين. يس. انت دخلت مغامره تمثيل وانت صغير اوكي وعملت فيلمين كسروا الدنيا. الناس دلوقتي بيعرفوك بأني فيلم فيهم مع محمد هنيدي ولا فيلم مع ياسمين عبد العزيز؟ اعتقد يعني الاثنين بس محمد هنيدي اكتر شويه. رد فعل الناس في الشارع ده اللي انا بشوفه يعني. فاكر حاجه من الافيهات دي؟ فيرب مداره تيك ايزي هويس. دراستك لعلم النفس فادتك في التمثيل طيب؟ ان انا اخش في دور واعرف ان ليه البني ادم ده قرر يعمل كده. غير الطيران ايه مغامرات تانية نفسك تعملها؟ بما ان النهارده يعني هيكون في قفزه او حاجات كده. بانجي جامبينج برضه. طيب اوكي بما ان مغامرات النهارده فيها طيران اصلا عاوزك تقول لي اسمك هيبقى ايه لو بقيت سوبر هيرو بتطير؟ هورس. هورس؟ اوكي طيب ماشي دلوقتي احنا خلصنا اسئلتنا عشان تاخد تاشيره المغامر فعلا دلوقتي هنروح نختبر ثباتك الانفعالي وقوتك كمغامر بفي ار تيست. اوكي اوكي ونشوف ايه اللي هيحصل هناك. طب يلا بينا. يلا امير انت جاهز؟ انت جامد كده. ايوه اوكي. واو. انت اصلا بتخاف من الحاجات من المناطق العاليه؟ بجد بخاف بس بحب اعملها. اوكي لو انت مكانه اصلا هتتصرف نفس التصرف ده لو انت في لا لو انا في مكان ده في حقيقي لا اكيد اكيد هعمله. طب ما انت جامد اهو وانت عديت اول ليفل اهو جامد. يا طب امين انت كده مغامر بنسبه 95%. اوكي وده بيديك لقب مغامر مش سهل خالص. بس لسه نشوف الكلام ده فوق بس. طب نروح بقى دلوقتي ولا ايه؟ فانت دلوقتي جاهز لتاشيره المغامر خد باسبورك وسلمها لهم هناك. اوكي ماشي بس قبل ما تطلع الطياره عاوزك تسجل فويس نوت مش هنسمعها الا قدامك لما تنزل في الطياره. اورايت يلا بينا. الو امير قبل ما ننطلق على مغامرات النهارده عايزين نعرف منك مين كان نفسك يكون معاك دلوقتي ويعيش معاك المغامره؟ بابايا. بجد؟ طب كلمه جميل. دلوقتي كلمه فيديو كول وعايشه معانا المغامره ونشوف بقى ايه اللي هيحصل. هيقول لك ايه؟ هيخاف عليك ولا لا؟ أوكي. يلا بينا. طيب الو ايه الاخبار؟ انا دلوقتي في الغردقه رايح ان شاء الله الاقصر اشوف بقى النيل بقى والبحر بقى والمعبد الاقصر بقى ومعبد الكرنك بس هنشوفها من طياره يعني يعني من هنشوفها من طياره. طياره ازاي يعني؟ يعني هيبقى فيو كده وبعدين هننط. ليه؟ ما اخدتنيش معاك ليه؟ المره الجايه بقى. تسقف لي. حابب انت تبقى معايا يعني. طب بتحب المغامرات. خلي بالك على نفسك. ماشي. Enjoy your time. حبيبي. واي وش بس حبيبي. حبيبي يعني طبعا انا قلبي دلوقتي عمال بيعمل تك 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 تك. Don't small us. احنا جامدين. Go!
امير ازيك؟ ازيك؟ دلوقتي احنا الفقره الثانيه بتاعتنا البلين مود اللي هو وضع الطيران، جاهز؟ جاهز جدا. قبل ما نشتغل على وضع الطيران قول لنا اصلا انت عندك فوبيا من ايه؟ ما عنديش فوبيا. خالص؟ لا خالص. امتى بتقفل موبايلك وبتبقى مش عايز لحد يكلمك ولا تكلم حد؟ بعد الشغل. طب ايه اكتر اغنيه بتسمعها الفتره دي؟ والله اكتر اغنيه اللي بالي دلوقتي حميد الشاعري. اغنيه ايه بقى؟ سكوت اوكي. دلوقتي هسألك سؤال بقى، لو انت جاوبت مش هنزلك، ايه الفرق ما بين الشاي الخمسينة والشاي فريسكا والشاي الميزة؟ الشاي الخمسينة ايوه صغيرة صح؟ اوكي صح. فريسكا اعتقد هي بسكر ايوه باين عشان فريسكا صح. اوكي الشاي الميزة بقى ميزة؟ ايوه جاي من معيز فيها لبن. ميزه ميزه مش معيزه. تمام اوكي شكرا. هو شاي بلبن فعلا. هو شاي بلبن اه يعني. طب يا جماعه هو انا صح بس عامه انت تجاوب في 3 ثواني بس انت جاوبت في اكتر من كده فانت كده هتنط. انا اسف انا هنط. اوكي كده ماشي هنشوفك هناك بقى ان شاء الله. ثانك يو حبيبي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اوصف لي احساسك حالا دلوقتي. اه يلا احساس بجد. شفت مصر ازاي من فوق؟ مصر عظيمة بجد. يعني انا لسه بقول بجد الفيو تحفة من فوق. نورت الارض ومغامرة حلوة ويلا بينا عشان نكمل مغامرتنا في مكان تاني احلى. يلا بينا يلا بينا. نجوم السماء نجوم السماء.
شغل. اسوق انا بقى زي ما اتفقنا. يا امير اهلا بيك، نزلت من السماء في مغامره جديده في الحنطور. عمرك شفت دلع قد كده قبل كده؟ مفيش دلع زي كده بجد. لسه ناطت من طياره ودخلت على الحنطور على طول. قول لي كده، اصعب لحظه عدت عليك وانت في السماء كانت ايه؟ اصعب حاجه ان كنت بستعجلهم بجد. لا انا بجد انا ما حسيتش يعني نسيت كل حاجه، نسيت كل حاجه في الحياه. لو انت في السماء كده حاسس انك طاير. طب قول لي، لما ركبت الحنطور كده دلوقتي، اكتر حاجه لفتت نظرك ايه في الاقصر واحنا ماشيين في شوارعها وعلى الكورنيش؟ لا الدنيا رايقه جدا زي ما انت شايف، والجو جميل والناس طيبين جدا. امير قول لي، انت قلت مش اول مره تيجي الاقصر، جيت الاقصر قبل كده، عايزك تقول لي كده واحنا بنتمشى بالحنطور الجميل ده، شايف التطوير اللي حصل في الاقصر ازاي؟ دي تاني مره وانا اتفاجئت في حاجات كتير، الطرق الجديده وطريق كباش، بس الدنيا رايقه زي ما هي بالظبط. طيب قول لي، بما انك راكب الحنطور كده، تعرف يعني ايه حنطور؟ مش عارف يعني، هو يعني حصان خيل بالجو ده. هي كلمه قبطيه قديمه معناها حان، اللي هي اداء، وطور اللي هو حصان. اوكي، عايزك وانت راكب الحنطور توصل رساله لكل الناس عشان يجوا يشوفوا الاقصر ويشوفوا المعابد والطريق الجديد والكورنيش، هتقول لهم ايه؟ لو انتوا ما جيتوش هنا بجد لازم، وانا اعرف مصريين كتير لسه ما جوش الاقصر ولا الغردقه اصلا، فلا بجد مفيش زي مصر، مفيش. انا لفيت كتير بس مفيش حلاوه زي دي. طيب امير، انت قبل ما تطلع الطياره سجلت فويس نوت، عايزين نسمعها دلوقتي معاك ونشوف كان احساسك ايه قبل ما تطلع الطياره. تمام. يا ماما ازيك حبيبتي، عامله ايه؟ بس حابب اقول لك ان انا متحمس جدا، ان دي تاني مره هنط من الطياره. بس دلوقتي انا في غردقه ورايح ان شاء الله الاقصر، وان شاء الله ان شاء الله خليك مطمنه، الدنيا هتبقى لذيذه جدا. يلا اي لاف يو. انت ما كنتش خايف خالص قبل ما تعمل المغامره؟ انا فاجئت نفسي، انا كنت هادي جدا